السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنقول دلوقتي طريقة الملوخية الناشفة. هنعملها بالظبط زي الملوخية، اكنك بالظبط جايب ملوخية خضراء من السوق. العرق بتاعها بيبقى موجود. دلوقتي دي ملوخية ناشفة، انا حطيت عليها شوربة سخنة كانت مغلية، سواء كان شوربة فراخ او لحمة او بط زي ما انتي كنتي عاملة. بتحطيها على الملوخية بالظبط لحد ما تبقى كده بالمنظر ده، شايفين كده، وبسيبها تخمر. دي اول مرحلة اسمها مرحلة تخمير الملوخية الناشفة. ليه؟ علشان تعمل عرق لما تيجي تطبخيها بتبقى بالظبط اكنك لسه جايباها، اكنها لسه خضرة. الطريقة دي ناس كتير قوي بتقول ما تعرفش تعمل طريقة الملوخية الناشفة. دلوقتي لو اتعلمتيها هتلاقيها سهلة، وهتبصي تلاقي الناس كلها عرفت الطريقة، عشان في ناس كتير قوي مستصعباها، يقولوا لا احنا بنحب الملوخية الخضراء. لا، هنعملها بالظبط طريقتها زي طريقة الملوخية الخضراء بالظبط. دلوقتي زي ما انا قلت لكم حطينا عليها حبة شوربة مغليين وسبناها. يعني انا سايبة دلوقتي الملوخية دي حوالي نص ساعة، زي سايباها بالظبط نص ساعة بالشوربة الدافية. نبدأ بقى نشتغل دلوقتي. طبعا دول حبة شوربة، كنت انا عاملة بط، فدول حبة شوربة في حلة صغيرة للملوخية. وهنا طبعا بعمل لها الطشة بتاعتها، حتى كزبرة وحاطة شطة وحاطة فلفل اسمر وشعرة ملح. نبدأ الاول، اول ما تلاقي الشوربة غليت بالمنظر ده هنحط بقى الملوخية. كده احنا حطينا الملوخية، نبدأ نقلبها بالمضرب السلك، وبعد كده تطفي عليها النار. خلاص احنا كده مش محتاجينها في حاجة، مش محتاجين المية، خلاص الشوربة تغلي. خلاص كده احنا طفينا على الملوخية، نبدأ بقى نضربها بالمضرب زي ما احنا شايفين. بصوا جميلة اهي، اهي في العرق، نضربها كويس. طبعا احنا رفعنا طفينا النار خلاص عليها، احنا بنقلبها بس كده خلاص، النار مطفية بس احنا بنقلبها بس. خلاص احنا كده قلبناها خلاص واستوت، وطبعا النار مطفية علشان تصدقوا ان النار مطفية اهي. نعبي بقى الطبق بالمنظر ده، نحط بقى طشة الثوم زي ما احنا شايفين اهي. بصوا معايا اهي، انا بحب احطها على الوش كده وبألف هنا وشفا. تعالوا بقى مع بعض، بصوا شايفين العرق، جميلة وخضرة اهي، شايفين. جربوها وان شاء الله تعجبكم. دي اسهل طريقة من الملوخية الناشفة، بألف هنا وشفا.